السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا كلكم بخير. جولة جديدة النهاردة لحبايبنا وللمتابعين قناة منال جودة في السوق بالقاس. ما شاء الله سويت شيرت رجالي وبناتي وكمان بناطيل، اي حاجة هنا ب45 جنيه. ما شاء الله عنده تشكيلة حلوة جدا ومستقطمة وحاجات، بصوا موديلات كلها 2022. لايك وشير للفيديو بتاعنا واشتراك في القناة وفعلوا الجرس على كلمة الكل، علشان في حاجات جميلة جدا هنعرضها مع بعض في الفيديو ده. بصوا ما شاء الله تشكيلة جامدة جدا اهو، بصوا ما شاء الله اي حاجة من دي ب45. رجالي بناتي حريمي شبابي سويت شيرت، بصوا ما شاء الله تشكيلة جامدة جدا، 45 جنيه جميع المقاسات ب45 ومتبطن كمان. خامات يا باشا حاجة عالية، 45 جنيه يا شباب. بصوا سويت شيرت شبابي ب45 جنيه اهو، كله بالتيكت اهو يا جماعة، بالتيكت براندات عنده موديلات كتيرة زي ما انتم شايفين كده، عنده ما شاء الله تشكيلة كبيرة في موديلات كلها 2022. اسمه ألف صنف يا باشا، ألف صنف في 45 جنيه السويت شيرت ده يا جماعة. بناطيل مقاسات خاصة 45 جنيه اهو ان شاء الله. لايك وشير بقى للفيديو يا جماعة علشان الكل يستفيد من العروض بتاعت النهاردة ب45 جنيه السويت شيرت، شيرتات شبابي ورجالي وكمان مقاسات خاصة ب45. 45 جنيه ده حاجات خيالات ان شاء الله تحفة. سويت شيرت حاجات ألف شيء وشيء، والله العظيم حاجات جميلة جدا. الشباب بقى اخواتنا يجوا هنا ان شاء الله يجيبوا حاجات حلوه قوي من السويت شيرت والتيشيرتات الشبابي، وعنده برضو تشكيله اطفال اهي ب45. اطفال اولاد بنات يا باشا، اطفال اولادي وبناتي وكله بالتيكت براندات ب45 جنيه، كله 45. حاجات تحفه بصراحه، موجودين في سوق بالقاس يوم الاحد اهو، كلها اشكالات والوانات 45 جنيه، كلها حاجات اولاد حاجات بنات. اسعى معانا 45 بناتي اهو، سويت شيرت بناتي واللي يجي من طرف القناه ب 45 جنيه. ان شاء الله يبقى في خصم خصم متابعين قناه منال، الحق الف شيء وشيء. عربية على الله، اسعى يا باشا، الوانات 12 لون، اي موديل موجود منه 12 لون بالصلاه على النبي، اي موديل موجود منه الالوان بتاعته كلها 12 لون زي ما سمعتوا كده. وعنده تشكيله بناطيل اهي، بناطيل ب 45 جنيه، البنطلون ب 45 جنيه، 45 جنيه البنطلون الرجالي وفي مقاسات خاصه وسوق تقفيل جميل قوي متبطن من جوه اهو. جبتي بصوا 45 جنيه البنطلون، عايزه نفس الموديل اللي ما اشتراش. بصوا الاطفال ده اولادي اهو ب 45 جنيه. بصوا بناتي ده تحفه 45 جنيه يا جماعه، اه فيها اللي نمره 45 جنيه السويت شيرت ده، ما شاء الله حاجه كده تحفه، اسعار خياليه مش مثال، مش هتلاقوا ارخص من كده ولا احسن من كده، موديلات وخامات وسعر. قبل ما ازكي 45 جنيه البنات، او في حاجه ثانيه زي كده. خش يا باشا، تيشيرت اولادي ب 45 وبناتي ده برضه 45. التيكيت اهو براندات كلها موديلات 2022، موديل السنه دي يا جماعه، كله ده موديل السنه دي. حسام عايزين نعمل حوار عندك قناه الجسميه، كومنت مصر عليك يا مصر. بصوا البناطيل تحف انتكال 45 جنيه، 45 جنيه. بصوا البنطلون 45 جنيه، ايه يا باشا حاجات تحفه شغل الاستيراد، 45 جنيه، 45 جنيه ايه يا باشا شغل الاستيراد،
45 45 جنيه اي حاجه هنا ب 45 جنيه. بناتي واولادي وشبابي ورجالي ومقاسات خاصه كمان جميع الاشكالات والالوانات 45. خش عليا الصلاه ما شاء الله. ده حلو قوي سويت شيرت قوي متبطن 45 جنيه الترنج على بعضه 45. الترنج ده على بعضه 45 جنيه يا جماعه. بصوا ترنج اولادي 45 جنيه. ترنج اولادي ب 45 جنيه والله العظيم جميل قوي تحفه حلو قوي. في عنده بناطيل اولادي برضو ورجالي ومقاسات خاصه ب 45. بنطلون 45 برضو كل حاجه ما شاء الله. مشكله بناطيل جميله جدا اهي ب 45 45 جنيه البناطيل انا بصوا ما شاء الله جميله جدا. لايك وشير للفيديو بتاعنا بقى عشان الكل يستفاد من الجوله بتاعتنا. يا رضا بصوا ده حلو قوي برضو صورت لكم منه اللون الاصفر. سويت شيرت بناتي 45. بصوا الفروه بتاعته اهي ممكن الفروه بتاعته تحفه. خلاص يا عم رضا بصوا ب 45 كلها حاجات تشكيلات حاجات وسوسته وظبطات وموديلات 45. ده 45 جنيه يا جماعة. أي حاجة هنا على الفرشة دي ب 45. حجر تجيب الكرة واجهة للفرشة 45 جنيه يا جماعة. لا ما تخافيش أنا بصور الفرشة بس. والله حاجة حتى الترنج ده كده بصوا الترنج ده ب 45 جنيه على بعض. ترنج على بعضه 45. ترنج على اولادي ب 45 جنيه اهو بصوا. ترنج اولادي ب 45 جنيه 45 جنيه ترنج الاولادي. سويت شيرت شبابي 45. العنوان بالتفصيل بقى موجودين في سوق بالاس شارع السوق. سوق بالاس شارع السوق فين مكانك بالظبط بقى؟ انا قصاد سوق بهية معرض بهية انا في خلفه على طول. اوصاف سوق بهية. بصوا سوق بهية هو ورا سوق بهية على طول في شارع السوق. قول لنا العنوان تاني بالتفصيل. عنوان خلف سوق بهية او كوبري المستشفى. خلف سوق بهية امام كوبري المستشفى سوق بالاس يوم الاحد. عنده هنا اي حاجة ب 45 جنيه اولادي وبناتي شبابي ورجالي ومقاسات خاصة. دي كانت جولتي النهارده. لو عجبتكم الجوله لايك وشير للفيديو بتاعنا. ما تنسوش كمان الاشتراك في القناه علشان نتابع مع بعض ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه كلها موديلات جديده وكلها بالاسعار زي ما انتم متعودين. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.